السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا حبيباتي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير. اهلا وسهلا بيكم في قناة اسو كروشيه، وبشكر كل الاعضاء اللي مشتركين معانا في القناة واللي بيدعموني جدا. شكرا ليكم، وبجد يعني مهما هشكركم فمش هوفي الحق. النهاردة ان شاء الله استجابة للآراء اللي احنا خدناها على المنتدى واستطلاع الرأي، هنشتغل في كوفية رجالي مش فاكرة المرة الكام. طبعا هي تنفع حريمي؟ اه تنفع، علشان بيجيلي اسئلة كتير جدا، الغرزة دي تنفع رجالي، الغرزة دي تنفع حريمي، دي الغرزة دي تنفع رجالي وتنفع حريمي، حتى الالوان اللي احنا هنشتغل بيها النهاردة تنفع للاتنين لان هي الوان محايدة. ومن خلال وانا بشتغل معاكم في الفيديوهات ان شاء الله هقول لكم ايه هي الالوانات المحايدة وايه هي الالوانات الرجالي بس، ايه هي الالوانات الحريمي بس. يعني لما هنكون شغالين في لون هقول لكم اللون ده ايه بامر الله. فالنهارده هنشتغل بالزيتي واللون البيج دوت. كنت هدخل كده لون تالت بس غيرت رايي لان لقيتها هي كده اشيك بصراحه. يلا بينا بقى عشان ما اطولش عليكم، نشوف هنشتغل ايه هي الادوات اللي احنا هنشتغل بيها وهنشتغل ازاي. يلا بينا نشوف الادوات. فالنهاردة ان شاء الله هنعمل الموديل، والموديل ده برضو ينفع الاتنين، لان زي ما قلنا قبل كده برضو ان كل الغرز تنفع حريمي لكن مش كلها تنفع رجالي، عشان كده احنا بنعمل الرجالي وبيتطبق على النسائي. هحتاج في الكوفية بتاعتي 3 الوان، وهشتغل بخيط هيمالايا ايفري داي سوبر لوكس، وهشتغل معاهم بإبرة مقاس 3.5. يلا بينا بقى نبتدي على طول ونشوف هنعمل ايه. بسم الله. اول حاجة هنعملها طبعا بنعمل عقدة البداية. بمسك الخيط بتاعي كده، يعني هو على ايدي كده، وبحطه من على صباعي ده، بحط الابرة كده في الخيط كده اهو، وبلفها لفة، بمسكها من عند اللفة وبطلع بالغرزة دي كده، عقدة البداية، وهي اسهل حاجة انا بحب اعملها جدا. اول سطر ده هنشتغله، احنا هنشتغل الكوفية بتاعتنا بالطول بتاعها، بمعنى ان هي مثلا لو هنعملها مترين فانا هشتغلها بطول المترين، هعملها 170 هشتغلها بال170، والرجالي الكوفيات عموما من 150 لحد مترين وربع، والرجالي بيفضل تبقى من اول 170. فانا علشان اعمل اول سطر يكون مفرود زي اخر سطر عندي طريقتين، اما ان انا اعمل سلاسل واشتغل في ظهر السلسلة لو انا عايزة ابتدي الغرزة بتاعتي من اول سطر بشكل الغرزة، انما لو هعمل الكوفية بتاعتي اول سطر فيها عواميد فيفضل ان احنا نعملها بغرزة الفاونديشن واللي احنا هنشتغل بيها النهاردة. بعمل عقدة البداية. بعد ما عملت ال3 سلسلة باخد الخيط بدخل في اول واحدة بطلع منها، باخد الخيط وبطلع من حلقة واحدة بس، ودي اللي هي السلسلة بتاعت اول دور، وبعدين باخد الخيط واطلع من حلقتين، واخد الخيط واطلع من حلقتين كده. انا عملت يعتبر تاني عمود، ده كده اول عمود وده تاني عمود. باخد الخيط وباجي هنا الغرزة الواحدة اللي انا طلعت منها هي اللي بدخل فيها من تحت كده، بيبقى معايا 3 لفات على الابرة، بطلع من حلقة واحدة وبعدين باخد الخيط واطلع من حلقتين، واخد الخيط واطلع من حلقتين بكده، هكون عملت العمود الثالث، وبدأ يتكون عندي من هنا السطر بتاع السلسلة. باخد الخيط وباجي في آخر غرزة سلسلة عندي من هنا، دي كده عملت واحدة، وادي التانية اهي، هي دي اللي انا بدخل فيها، وباخد بالي ان انا دخلت في الحلقتين، بطلع منها، بطلع من واحد حلقة وبعدين بطلع من حلقتين وبعدين من حلقتين، يبقى انا كده بعمل سطر السلاسل مع سطر العواميد،
تاني، اخد الخيط وادخل في اخر واحدة سلسلة عملتها من تحت. الغرزة دي مشروحة في فيديو لوحده بالتفصيل، وفي خيط كمان فاتح عن دوت. اطلع من حلقة، كمان من حلقتين ومن حلقتين. الغرزة الفاونديشن دي مشروحة في فيديو موجود على القناة في دورة تعلم الكروشيه المبتدئات من الصفر، مشروحة كمان في خيط فاتح عنده. فاللي مش شواخ يعني مش عارف يشوف من اللون، انا محكومة بس باللون عشان انا هشتغل بيه، فيقدر يرجع للفيديو. كمان هحطه لكم في علامة الاي اللي موجودة فوق، هيظهر لكم دلوقتي الشرح بتاع الغرزة دي بالتفصيل في فيديو لوحدها، وكمان في لون فاتح من الخيط. كمان مرة باخد الخيط بشوف الغرز اللي عندي هنا، اخر واحدة بدخل فيها، اسحب الخيط، اخد خيط واطلع من حلقة واحدة، خيط واطلع من حلقتين، خيط واطلع من حلقتين. زي ما احنا شايفين بقى شكلها عواميد كده. هفضل اشتغل كده لحد ما اوصل لطول الكوفية اللي انا عايزاه، واللي هو من 170 لحد 200، ده بيكون الطول بتاع الكوفيات الرجال. تاني اهو بدخل في اخر غرزة من تحت، بطلع من حلقة واحدة، بعدين اتنين، وبعدين اتنين. بقت زي ما احنا شايفين كده. هفضل مكملة لحد مقاس 170 او 180 سنتي بامر الله. بعد ما خلصت السطر بالطول اللي انا عايزاه بقى معايا بالشكل ده. مهم ان يكون العدد زوجي اللي احنا عملناه، ما يكونش فردي علشان يبقى البداية زي النهاية. هنعمل ايه دلوقتي؟ هرتفع باتنين سلسلة ومش هحسبهم، وهاجي في اول غرزة هشتغل عمود بلفة، بعد كده هسيب غرزة، وفي اللي بعدها هدخل وهعمل عمود بلفة، وبعدين الغرزة اللي انا سبتها هرجع اعمل فيها العمود التاني بالشكل ده. تمام. تاني هسيب الغرزة اللي بعديها وفي اللي بعدها، يعني هسيب غرزة واللي بعدها هشتغل فيها عمود بلفة، وبعدين هرجع للعمود الاولاني بشتغل فيه عمود بلفة للغرزة الاولانية. تاني هسيب غرزة وهشتغل في اللي بعدها عمود بلفة، بعدين هاخد الخيط وارجع للغرزة اللي انا سبتها هدخل فيها واعمل فيها عمود بلفة. كمان مرة هسيب غرزة وهشتغل في اللي بعدها عمود بلفة، هاخد خيط وارجع للغرزة اللي انا سبتها اعمل فيها العمود التاني. بقت معايا بالشكل ده. وهنا اول اتنين سلسلة دول انا مش بحسبهم عمود. كمان مرة بسيب غرزة وباجي في اللي بعدها وبعمل عمود بلف، بعدين اخد الخيط وارجع للغرزة اللي انا سايباها وادخل فيها واعمل عمود بلف بنفس الطريقة لحد اخر السطر. وصلت لاخر السطر، بقت الغرزة معايا بالشكل ده. قلنا ليه يبقى العدد زوجي؟ علشان اخر واحدة تبقى عندي غرزة واحدة اقفل فيها بعمود زي ما عملت في اول غرزة عمود، بقفل بعمود في الاخر كده زي ما عملت في الاول. يبقى انا عندي عمود في الاول وعمود في الاخر، يبقى دول كده غرزتين، وطبعا كل واحدة منهم بتاخد اتنين، يبقى كل الاعداد عندي زوجي. بعد كده برتفع باتنين سلسلة وبقلب الشغل، وفي نفس الفراغ بتاع اول ارتفاع اللي هو بتاع ارتفاع الاتنين السلسلة بعمل فيه عمود بلفة كده، وبعدين هشتغل عمود فوق كل عمود. يعني هدخل في كل غرزة وهعمل عمود زي اول دور،
زي ما احنا شايفين كده، في كل غرزة عندي بدخل في راس الغرزة نفسها، ما بدخلش في اي فراغ بالشكل ده. طبعا احنا عارفين دلوقتي يا جماعة ان الكوفيات بتتعمل مجموعة من الغرز، لكن الكوفية دي هتكون تكرار السطر الاول والتاني، بمعنى ان انا كده بعيد السطر ده، اللي بعده هيبقى ده، واللي بعده هيبقى عواميد، سطر الغرزة دي وسطر عواميد، سطر غرزة الفي وسطر عواميد. هعمل كده لحد لما اوصل لجزء قد كده من اللون الزيتي، وهندخل لون جديد. بعد ما هشتغل المقاس اللي انا عايزاه او المناسب بالنسبة لي هقول لكم مقاسه قد ايه. هو احنا هنقسمه ازاي؟ الكوفية دي هتبقى عندي عبارة عن 5 اجزاء. انا العرض اللي انا عايزاه بتاع الكوفية اللي هو 15 سنتي، 16 سنتي، 18 سنتي، 20، 25 سنتي، اعملي العرض اللي يناسبك. شوفي انت عايزاها عرض كام سنتي واقسميه على 5. الخمسة دول هيبقى جزء زيتي هنا وجزء هنا، ادي كده 2، وبعدين سكري هنا وسكري هنا، ده 4، وفي النص اللون الزيتوني. دي طبعا التقسيمه اللي انا عاملاها عشان انا شغاله ب3 الوان، انت اعملي التقسيمه على الالوان اللي انت شغاله بيها. ويا جماعه انا بعلمكم الفكره ايه علشان انت شغاله بلونين تعرفي تقسميه، شغاله ب10 الوان برضو تعرفي تقسميه. عشان انا لاحظت حاجه في الفيديو اللي فات، ان ناس كتير قوي احنا عندنا مثلا عايز اعمل القمر مقاس كذا، عايز اعمل السلاسل عدد كذا. طب ما انا مدياكوا الفكرة نفسها اللي تقسمي بيها. انتبهوا جدا للحاجات اللي انا بقولها. يعني مثلا قلت لك اقسمي العرض على 5، ليه؟ عشان انا هعملها 3 الوان. حضرتك عرفتي الفكرة ماشية ازاي، قسمي بقى على الاعداد اللي انت عايزاها، على اعداد الخيط اللي انت عايزاها. انا هكمل السطر وهشتغل السطر اللي بعده زي الغرزة دي، وهشتغل حبة مناسبين ليا، هشوف السطور دي هتبقى كام سنتي وهقول لكم لما هرجع بأمر الله. وهاجي عشان ندخل اللون التاني ونشوف هنعمل ايه. دلوقتي انا كده وصلت لاخر الدور الرابع، يعني دول كده 4 ادوار، دور عواميد ودور الغرزة الثنائية ودور عواميد ودور الغرزة الثنائية، وجيت عند اخر واحدة بعمل فيها عمود بلفة، بطلع من حلقتين وما بكملش العمود للآخر، وبجيب اللون التاني. انا هدخل اللون البيج وهسحبه كده وهربطهم. وهنهي اللون الزيتي. هشتغل بنفس الطريقة، واللي هو هرتفع ب2 سلسلة، وهشتغل عمود على كل غرزة. بالشكل ده كده هكمل السطر كله بغرزة العمود، والسطر اللي فوقيه هعمله نفس الغرزة دي سطرين بس من اللون البيج. وبعد كده هدخل اللون الثالث اللي هو الزيتوني. انا هشتغل بالزيتوني طبعا، انت بتدخلي اللون الثالث وبرضو بتعملي منه سطرين بس. بعد كده بندخل اللون البيج مرة تانية وبنعمل سطرين بس، وبعد كده بندخل الزيتي وبنعمل منه 4 سطور. كده انا خلصت الكوفية بتاعتي. انا كنت قلت لكم ان انا هعملها ب3 الوان، بس بصراحة لقيتهم مش لايقين على بعض، برغم ان ال3 الوان في العادي لايقين على بعض، لكن في الموديل ده كان هيبقى سخيف شوية، فكان الافضل ان انا اعملها كده.
لقيت ان هي كده شكلها اشيك واحلى، فاكتفيت بان انا اعمل اللونين دول بس. طبعا ده زيتي وده بيج، عملت 4 سطور من الزيتي و5 من البيج و4 من الزيتي. طب انا ليه عملت 5 من البيج؟ لان انا لو كنت انتهيت عند الرابع كان هيجي اخر سطر عندي في اللون الزيتي اللي هو غرزة العمود الثلاثي مش صف عواميد. عشان اوازن واخلي دول زي دول بالظبط عملت 5 من اللون البيج. طبعا باجي في اخر، طبعا كل السطور بنفس الطريقة اللي احنا عملنا بيها في البداية، مفيش اي حاجة اتغيرت غير ان احنا كنا بنركب الخيوط في الادوار اللي احنا عايزين نغير فيها اللون. لو انت هتعمليها بلون واحد مش مضطرة تغيري اللون اصلا، هو سطر وسطر. هكمل اخر غرزة، اخر كام غرزة معاكم كده. دي اخر واحدة معايا، وبعد كده باخد غرزة منزلقة وبسحب الخيط وبنهي. كده انا خلاص مش محتاجة الخيوط دي في حاجة. ده بقى شكل الكوفية معايا، ودي الغرزة، بجد شكلها رائع جدا اهي. حاجة كده شكلها شيك فعلا. ده طولها، هي طويلة ما شاء الله. بالنسبة للخيوط دي بقى انا بنضفها بإبرة التنظيف. اللي مش عارف ازاي بينضف الخيوط دي هيظهر دلوقتي علامة الاي البيضة، فيها فيديو مشروح فيه ازاي ننضف الخيوط وما تبانش خالص بشكل نظيف جدا. ولحتى لو مش عارفين تجيبوها من فوق فهتلاقوها في القناة نفسها. يا رب يكون الشرح سهل وعجبكم. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك، ولو ما عجبكوش اعملوا ديسلايك واكتبوا لي ما عجبكوش ليه. اشوفكم في فيديو جديد وحاجة جديدة. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.